العمل التطوعي هو أنك أنت تبذل مجهود أو تقدم خدمة أثناء وقت الفراغ. ويوم تي الخدمة من باب المجال التطوعي أعتقد يمكن تأثيرها في نفس الشاب أكثر بكثير من الشاب اللي يعمل مقابل أجر. التطوع لازم يكون نابع من الداخل فعلا. الشخص يكون نفسه بيتطوع والهدف يكون أنه يسعد الآخرين فقط، ما يدور شيء لمصلحته الخاصة. العمل التطوعي مسؤولية مجتمعية بالمناصفة بين المتطوع والمؤسسة. جميل الإنسان اليوم يخدم بلده بدون ما ينتظر أي مقابل. اليوم الشخص الذي يحب العمل هو الذي يبدع فيه.